لسه معاكم محمد ناشئ شيماء حافظ وبنبتدي مع بعض الساعة الثانية. كلنا كده ماشيين بالبركة الله وزي ما بيقولوا كده، لا بتحسبها ولا بتفكر في سلامتك وفي امانك وفي امان كل اللي حواليك. عشان كده احنا قررنا الساعة دي نعمل حاجة مهمة، نوعيكم شوية، نقول لكم حاجات انت بتبقى بسيطة جدا لكن بنهملها وبناخدش بالنا منها. فاهم السلامة في حياتنا مهمة قوي، وده اللي هنتكلم عليه في ساعتنا الثانية مع ضيفنا اللي هينورنا في الاستوديو الاستاذ احمد جيد. طبعا زي ما شيماء قالت بالظبط، في بعض الافعال كده بتصدر مننا يا جماعة بشكل يومي، ودي بتعرضنا او بتعرض شخص تاني، احنا ممكن نكون متسببين في ضرر شخص تاني، لخطر ممكن ان احنا نتفاديه. ايه الحاجات دي وازاي نتجنبها وازاي نرجع بيوتنا سالمين زي ما خرجنا منها بالظبط؟ خلونا نرحب الاول بالاستاذ احمد جاد خبير الامن والسلامه، كان عنده مجموعه سفريات كده هايله وكورسات بره ورجع لنا وشرف البلد كلها بره. فصباح الفل عليك يا احمد. صباح الفل ووحشتونا جدا، يعني بجد يعني ببقى سعيد جدا لما اكون معاكم، وكل مره بحس ان انا فعلا يعني متحمس جدا ومتفائل، وبشكر جدا اداره القناه للاهتمام بالملف ده وبشكركم جدا يعني. طبعا احنا اللي بنشكرك. ربنا يخليكم. بصوا، هو دلوقتي الفكره كلها ببساطه جدا ان موضوع السلامه في الحياه وفي العالم كله دلوقتي بقى موضوع كبير جدا، موضوع مهم والناس بتشتغل عليه كدول وكحكومات وكوزارات تربيه وتعليم في دول عربيه ودول اوروبيه. الفكره كلها انه هم لقوا ان 97% من اسباب الحوادث بسبب سلوكيات. يعني ايه سلوكيات؟ يعني واحد مش واخد باله، واحد مش فاهم، واحد بيغامر، واحد اخذ القرار الخطا. فقال لك طب السلوك بيجي منين؟ السلوك بيجي من الفكره اللي في دماغك. لما انت بتبقى عندك فكره او قيمه معينه في دماغك، القيمه دي بتاثر عليك فبتاخد قرار. يبقى انا النهارده عشان ابتدي اعمل تغيير في سلوكي لازم ابتدي اعمل تغيير في فكرتي، في الاصليه، الفكره الاصليه. يعني ايه النهارده؟ يعني اسالك سؤال، السلامه هل تعتبر اولويه في حياتنا؟ طبعا. فكروا كده في سؤال تاني، أولوية السلامة أولوية؟ هو احنا ما بنعملهاش أولوية، احنا كلنا ماشيين كده واللي يحصل يحصل، بس هي المفروض تبقى أولوية. لا، هي المفروض ما تبقاش أولوية. ليه؟ أقول لكم ليه. لأن انت أولوية يعني ايه؟ أولوية يعني شيء متغير. انت النهارده عندك أولوية انك تنزل إعلان، عندك أولوية ان انت مثلا تلحق الميعاد، عندك فالأولويات شيء متغير. فقال لك السلامة لا يمكن تبقى أولوية. السلامة لازم تبقى قيمة. ايه الفرق بين القيمة وبين الأولوية؟ القيمة ان انا النهارده لما احط ابني على رجلي وانا بسوق العربية، هل ابني فعلا في اللحظة دي ده ليه قيمة عندي؟ ولا انا بفكر بس ان انا عايز ابسطه وما بفكرش في قيمه ابني في حياته لما مثلا هضرب فرمله او الايرباك تضرب في وشه. فالفكره كلها ان احنا لما نبص للاولويه، ان انا عايز ابسط ابني، دي الاولويه. لكن الاولويه لما تيجي عربيه تخش عليا هعمل ايه؟ يبقى الاولويه ان انا ادوس فرمله، يبقى انا نسيت ابني خالص. يبقى المساله دلوقتي النهارده ان ابني ده راح مني في مشكله. هي دي الفكره اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عليها. ما ينفعش تبقى اولويه. السلامه ليست اولويه، السلامه قيم او فاليوز. الفاليوز دي مع مجموعه من المهارات البشريه. لازم اكون عارف قيمتي في حياتي، قيمتي عند اولادي، قيمه اولادي عندي، وبالتالي احط ده ضمن منظومه ان انا ما اذيش الاشخاص الاخرين. طيب احنا في مصر يا احمد عندنا مشكله ان احنا ما عندناش اهتمام بالموضوع. تمام. ده خالص. نبتدي منين او البلد تبتدي منين في مشروع زي ده؟ جميل. بص، خلينا نتفق على شيء، انه في فتره كبيره في مصر، ويمكن انت بقى عشتها برضو واحنا عشناها، ليه الثمانينات، كان في مجموعه برامج يعني توعيه هايله جدا بتشتغل على الموضوع ده. انا طبعا يعني دي نقطه اساسيه لازم نبتدي منها، لازم الاعلام يكون ليه دور في الموضوع ده. يعني في حاجات كتير خلي بالك كمان ان احنا ما عندناش ثقافه فكره ان عندنا خبراء امن وسلامه. دي يعني ما مش دي حاجه مستحدثه يعني. هي بص، هي موجوده من زمان في قطاع البترول اكتر حاجه في مصر، لكن يمكن ما كانش موجوده في القطاع المجتمعي اكتر يعني. لكن بدات تخش في القطاع المجتمعي لان العالم كله بدا يفرضها علينا كمان. يعني انت النهارده بتشتغلي مع شركات اجنبيه، فبيجي الشركات الاجنبيه تقول لك لا، انا مش عايزك بس تبقى للموظفين في الشغل، انا عايزك تبقى للموظفين في البيت يتعاملوا ازاي مع حياتهم. يعني هي دي النقطه. فبدا الموضوع ده ياخد شكل مجتمعي. فانا وجهه نظري الشخصيه ان احنا لازم نهتم جدا بفكره، اولا الاعلام ده مهم جدا. يعني يا ريت لو يكون في فعلا حاجه تدي الناس القصه دي. وانا عايز اقول لكم حاجه، يعني والله دي حقيقه يعني، ومش شكر ليكم، لكن البرنامج بتاعكم عامل فرق كبير جدا. انا ناس كتير جدا بتكلمني بتقول لي والله انا عايز الفيديو الفلاني، طب انا اعمل ايه في الحاله الفلانيه؟ ففي فعلا في حركه، ودي شيء، ده شيء مهم. طيب هل اهتمام شركات البترول نظرا لان فيها مخاطر، ولا المفروض ده مثلا يعني لو انت بتقول شركات البترول هي اللي بتهتم بموضوع الامن والسلامه، شركات الغزل والنسيج، شركات الانتاج المواد الغذائيه، يعني المصانع، الحاجات دي كلها على المصانع والحتت دي، المفروض السلامه دي موجوده حتى في الشركات البسيطه، في الشركات الصغيره، حتى مش لازم تكون شركه كبيره. وده اللي احنا عايزين نبنيه في معتقداتنا بقى. لازم نغير ثقافه ان انا مجرد ماشيه كده بالبركه والربنا عايزه هيحصل، ودي هتبقى حتى يا جماعه دي مش كده. لا، كل حاجه لازم ندرسها، وده اللي هنتكلم فيه النهارده، ازاي اخد بالي من سلامتي ومن سلامه اللي حواليا، وهل ابتدي بنفسي الاول
ولا اركز في اللي حواليا وبعدين انا في الاخر؟ ده اللي هنعرفه من خبير الامن والسلامه النهارده في الاستوديو الاستاذ احمد جاد. خليكم متابعينا، هنرجع على طول بعد ما نسمع الاغنيه دي احمد جمال نسيب العاشقين، اهداء خاص لمودي، نسمعها ونرجع على طول. صباح الفل مرة تانية على كل مستمعينا، واهلا بيكم في حلقتنا من روق يومك على 199. رسائل كتيرة جدا جاية لنا. سميرة صباح الفل وبنصبح عليكي. كمان رقم هشام بيقول شهر مارس 5 ايام، 4 5 ايام، خميس 5 ايام، جمعة، وهيبقى 9 ايام اجازة، ويك اند مش 10. حاضر يا هشام، ربنا يخليك لينا. كده هتبوظ الجيوب الفضية، انا عايزة الجيوب الفضية. احلى خروجة كانت مع هند اختي حبيبتي، مش مهم المكان، مهم الصحبة، ربنا يرجعها بالسلام هي وولادها وجوزها. كمان حد بيشتكي من كمين المطار، من صلاح زحمة، صلاح سالم، زحمة جدا ومعطل موظفين ومسافرين. فكمان على فكرة لو ركزنا شوية هنلاقي البيت هو أهم حاجة، ده علشان الأمن والسلامة. نهى سلمان صباح الفل. في كمان صباح الخير، عايزة اسمع أغنية الكينج الجديدة رقم أخره 35. طيب كمان وسام صديقنا العزيز بقى سؤال لأحمد، عايزين فعلا من الأسئلة المهمة، وبيقول أنا بحب البرنامج جدا وعايز أسأل أستاذ أحمد جاد، لو إنسان ما عندوش التزام سلوكي مثلا في السواقة وخبطني، إزاي أنا أكون ملتزم سلوكيا وأتفادى الضرر؟ يعني مهما كنت مراعي الحذر السلوكي في الأمن والسلامة، ممكن إهمال غيري يصيبني بالضرر، أتفادى إزاي؟ تمام، ده سؤال مهم جدا. طبعا كتير جدا بيحصل إن أنت هنا في مصر بالذات إن أنت ماشي صح وتلاقي حد قدامك بالضبط، فأنت أوتوماتيكلي بتبقى أنت رد فعلك إن أنت تتعامل معه بنفس أسلوبه. بص، هو الشكل المناسب للموضوع ده إن أنا يعني لازم أحط في اعتباري حاجة مهمة جدا، وللأسف هنا في مصر لازم أحطها فعلا في اعتباري دايما، وأنا ماشي في شوارع مصر لازم أحط في اعتباري أخطاء الغير. لأن دي مهمة جدا. أيوة، بس أنا لو أنا ماشية ويعني سايبة مسافة أمان بيني وبين اللي قدامي، تمام، لكن اللي ورايا مش سايب مسافة أمان وهو عمل ضرب بريكس مرة واحدة، ده هيخبطني. بص بقى، لازم نلجأ للقانون هنا. يعني هنا مفيش حل تاني غير إن احنا نلجأ للقانون، وإذا كنا بقى نروح قسم الشرطة وكل واحد ياخد حقه. لكن في الأول وفي الآخر لازم نعمل توعية للموضوع ده. بس أنا أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا ما يخليش الموضوع ده يأثر عليا، بحيث إن أنا أتحول إلى هذا الشخص، ان انا ايه، طالما هم مش ملتزمين انا كمان مش هلتزم. صح، ابدا بنفسك. هي دي. بص، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، يعني يمكن اينشتاين قال كلمه مهمه جدا، قال ايه؟ الجنون هو ان تفعل دوما نفس الشيء وتنتظر نتائج مختلفه. صح. عمرك ما هتفضل تعمل نفس الحاجه وتطلع النتيجه مش هتتغير، لازم تغير شيء جواك. وبرده عايز اقول حاجه، يعني يمكن في 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 في, في الامن والسلامه دي حاجه موجوده في ثقافتنا، يعني مثلا في الدين الاسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الايمان بدا وسبونا شعبه ادناها اماطه الاذى عن الطريق. صح. فانت النهارده من ساعه ما اتربينا واحنا صغيرين احنا لازم لو شفت حاجه غلط لازم اتعامل معاها، لازم اشيلها. لو كل واحد اتعامل بالمنطق ده هتلاقي الموضوع سهل. لكن هي الفكره كلها، انت النهارده شوفي كام واحد بيعدي مثلا على حفره مفتوحه مثلا وما بيعملش حاجه، وبيقعد مثلا يقول شوف البلد، شوف الدنيا. طب انت عملت ايه؟ يعني ايه التصرف؟ ما في واحد عدى بعديك وقع فيها، انت مسؤول عن هذا الامر. هي دي الفكره، احساسنا بالمسؤوليه لازم يعلى. بس في مشكلة دلوقتي، يعني الحفر الموجودة في الشارع الناس بقت تحط فيها طوبة كبيرة قوي، فلو واحد مش جاي يعني ما يعرفش الشارع بيلبس في بدل الحفرة لبس في الطوبة اللي اتحطت جوه الحفرة. الافضل ان انت تحطي حاجة تكون بارزة بحيث ان انا اقمع برميل حاجة زي كده. طيب ايه اهم السلوكيات اللي بينتج عنها الخطر؟ يعني بص، اهم السلوكيات طبعا نمرة واحد هو عدم السؤال والجهل. يعني انا النهاردة زي ما انا قلت ليه، انا لو داخل مكان انا مش عارفه وما عنديش خبره فيه، او انا ما عنديش اي نوع من انواع الايه المعرفه بالمكان اللي انا فيه ده، لازم اتعامل مع الموضوع ده بحذر شديد جدا. يعني كتير جدا انا ممكن اكون داخل شارع انا ما اعرفوش اول مره، لو انا بسوق مثلا وداخل بسرعه شديده جدا وانا مش عارف التقاطعات في الشارع ده، فتلاقي فجاه حصلت حادثه بسبب ان انت في تقاطع انت مش واخد بالك منه. فدي اول حاجه. رقم اتنين، الاهمال عندنا غير طبيعي. وفكره كمان ان احنا يعني ايه فاكرين ان الموضوع بسيط، يعني يمكن اكتر السلوكيات اللي بشوفها ودي بتموتني، فكره ان انا كنت شايل ابني على وانا بسوق على لا، والمشكله مش في كده، ده بشوف ناس ماسكه الموبايلات كمان. يعني انا انت مش متخيله واحد حط ابنه على حجره وماسك الدكتور. لا، في حاجه اصعب من كده، سايق حاطط رجله يعني ابنه على رجله وفاتح الشنطه مقعد ثلاث اطفال ثانيين. دي كارثه ثانيه كبيره جدا. يعني دي اقول لكم حاجه، يعني يمكن من يومين ثلاثه كده كنت على الطريق الدائري وكان في فرح. طبعا انتم ادراكم الافراح في مصر، عربيه نص نقل وفيها ناس راكبه، يعني هي مش عربيه فاضيه، يا ريت يرقصوا. ده هو عمال يعمل ياخد يمين وشمال والناس دي عماله تتمطوح وفرحانين. يعني مش متخيل ازاي، يعني ايه ده يا جماعه؟ الناس دي لو اتقلبت وعربيه جايه ورا بسرعه، يعني ايه هذا الكم؟ فلازم نقول بس يا جماعه لازم تحطوا في اعتباركم انه الحوادث ملهاش صوت. يعني انت لما بيحصل حريقه بيحصل جرس انذار، لما بيحصل مثلا اي شيء في خطر مثلا بيديكي جرس عشان تهربي، لكن الحادثه ملهاش جرس، بتحصل. فانت السلامه دي يعني لازم
نتكلم السواق، نبتدي بالسائق بتاع العربيه مثلاً. انت المسؤول عن سلامه الركاب اللي معاك في العربيه، سواء انت اب، سواء انت سواق اتوبيس، سواء انت سواق نقل مقطوره، ايا كان انت المسؤول. ما ينفعش تبقى سايق من غير حزام امان، ما ينفعش تبقى مش مظبط الكاوتشات بتاعه العربيه، الزيت، الحاجات دي كلها، لانه اكيد دي حاجات مهمه جدا، سلامه العربيه اولا، بعد كده السائق، بعد كده الركاب. وكمان انت لو رب اسره، انت بتنقل لاسرتك الموضوع ده. هو بيقولوا يعني السلامه في اربع مستويات. المستوى الاول اللي انا بتبع اجراءات السلامه حسب مزاجي. ده انا ليه لما يجي لي مزاج كده، او الموضوع ظريف على حسب المود، حسب المود. المستوى الثاني انا بتبع السلامه لان غصب عني. يعني يمكن انا في احد الدول العربيه لسه كنت جاي منها، مركبين حاجه يعني نظام رادار كده. الرادار ده متركب بكميه كبيره جدا على الطريق. كل مخالفه ب 3000 من العمله بتاعه الدوله دي. انت متخيل بقى يعني الناس بقت ملتزمه قد ايه؟ اهو ده المستوى الثاني، ان انا بلتزم لان انا خايف. صح. المستوى الثالث، لا انا بخاف على اسرتي وبخاف عليهم. المستوى الرابع، انا الموضوع بالنسبه لي قيمه. صح. احنا عايزين نوصل للمستوى الرابع، احنا نوصل للثالث اللي بقى مرضي. يا رب يا رب. جينا وقتنا نكمل حلقتنا، استنونا دقايق هنبقى معاكم. حمدنا فتحي محافظ، منورنا في الاستوديو الاستاذ احمد جاد خبير الامن والسلام. ايه عايز صور؟ انا مش واخد بالي. دلعني يا كيمو. لا هناك هناك، خدني هناك، انا مش واخده بالي بقى. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه موجودين معاكم روق يومك على راديو 90 شيماء حافظ ومحمد نشأت مع كوكا كولا. استاذ احمد جاد، عايزين نسالك سؤال مهم جدا. الدول العربيه اللي حضرتك اشتغلت فيها او رحت عملت كورسات وتدربتهم اختلفوا جدا جدا عننا. ايه شكل التدريب هناك، وازاي نوصل لشكل بعض الدول العربيه اللي اكيد مصر بتبقى على راس الهرم العربي، فما ينفعش يبقى هم في حته واحنا في حته ثانيه؟ ده حقيقه. بص خليني اقول لك اولا كده، يعني حاجه مهمه جدا، انه معظم الناس اللي ساعدت في التطوير ده مصريين. يعني انا مش يعني دي حاجه مش عنصريه ولا حاجه، المصريين فعلا عندهم خبره جدا كبيره جدا في الموضوع ده. الموضوع بدا ببساطه شديده جدا بثلاث حاجات. اولا بالاعلام، زي ما احنا قلنا بيبقى في برامج ثابته للموضوع ده. بدا بالمدرسه، في كتب صغيره، الكتب دي بتتوزع على الاطفال من اول الابتدائي، بيبتدي يعرفهم بعض القواعد، ازاي النهارده السلامه دي تبقى حاجه مهمه في حياتهم. بعد كده اللوحات الارشاديه الكتير جدا جدا، واخد بالك، اللي هي بتبقى طول الوقت بتفكر الناس دي. كل الشركات والهيئات هناك ملزمه ان هي تحط الملصقات دي، سواء المدارس، سواء المصانع، سواء حتى المحلات. انت وانت داخل ده الزام وتحول الى عاده خلاص. ما هو انت لما تشوف الحاجه كتير قدامك غصب عنك بتضطر تعملها. احنا لسه مكملين، خليكم متابعينا، راجعين على طول نكمل كلام. مرة تانية، ويمكن اخر لينك لينا في حلقتنا النهاردة الاستاذ احمد جاد، وهقرا لك كده بعض الاسئلة اللي جاية لنا علشان خاطر نبقى برضو ردنا. احنا عرفنا ازاي ان احنا نقدر ننافس الدول العربية اللي اهتمت بالموضوع ده، وزي ما قلنا احنا ما ينفعش يبقى هما بيهتموا واحنا ما عندناش الموضوع ده. خالد بيقول لك يا استاذ احمد، مشكلتنا في، انا بس هصبح عليكم واتكلم عن السلامة والامن. هو موجود في مصر، ده احمد هولم بيكلمنا من النرويج. هو موجود في مصر فقط في الشركات الاجنبيه، وانا كنت قبطان وعارف بقول ايه، وبتبقى مطابقه للمواصفات المصريه مش المواصفات العالميه. مثلا في اوروبا العامل اذا كان بيدهن بيته على ارتفاع اكثر من 5 متر وجب على صاحب العمل توفير كابلات امان، وممنوع تماما الصعود على سلم زياده عن 4 متر، واحذيه سيفتي ونظارات للعيون وتامينات كتير. صح، الكلام ده مظبوط 100%. طيب انا بندق بتقول صباح الفل على النشط وعايزه صباح البرد، وتقول انا في الشغل اشد بس انا زعلانه عشان ما قرناش كومنت. لا والله بنحاول نقراه،
عايز اعرف ازاي اسيطر على حريق في البيت. ده حسين زيدان. طيب ما هو برضو حسب درجة الحريق يعني. لو الحريق في بداية اشتعاله وانا عندي طفاية حريق هقدر اسيطر عليه ببساطة جدا. هسحب همسك الطفاية، هسحب التيل اللي فيها، هوجه النار لتحت يعني همسك الخرطوم وهوجه النار لتحت واحرك ايديا يمين وشمال. ده لو حريق صغير وهيطفي يعني وتبقى طفاية بودرة يعني. افضل شيء يعني طبعا في البيت هي طفاية البودرة. لكن المفروض البيت يبقى فيه كم طفاية يعني؟ بصي يعني حسب مساحة البيت، بس طبعا لو بنتكلم ان في المطبخ يبقى فيه طفاية، لو البيت كبير قوي يبقى فيه طفاية كمان جوه يعني يبقى فيه طفايتين. لكن لو البيت صغير مش كبير يبقى كفاية قوي طفاية في المطبخ، دي اكتر مكان ممكن تكون فيه نسبة الحريق عالية يعني. الحاجة التانية بس اللي عايز اقولها هنا انه فكرة الحريق لو كبر عن يعني امكانياتي ما ينفعش اقاومه. دي نقطة مهمة جدا يعني. انا والحريق انا النهاردة اصبح ان انا مش قادر يعني بقى حريق منتشر بشكل كبير، الطفاية مش هتعمل حاجة، هتخلص وانا مش هعرف اتصرف. لا هنا لازم اعمل حاجة مهمة جدا، ان انا لو انا لقيت الحريق بيحاصرني اول حاجة ادور ورايا اشوف ايه الحتة اللي ههرب منها، ما ازنقش نفسي في حيطة او ما ازنقش نفسي الباب مقفول. يعني لو لقيت النار بتيجي او النار بتكبر عيني على طول تدور فين المخرج واروح اقف عنده او اخرج منه بقى، لكن ما ابتديش اخش على النار وانا مش عارف ههرب منين. النار حصرتني ما اعرفش ههرب منين. دي مهمه جدا. الطفايات مش للحرائق الكبيره، الحاجه الصغيره اللي في في بدايه الاشتعال. احمد ابو ربيع بيقول سؤال الاستاذ احمد، انا سواء نقل تقيل على الدائري لازم امسك الشمال عشان احس بالامان اكتر عليا وعلى غيري، هل انا كده صح؟ لا طبعا مش صح، انت لازم يمين وبس يا احمد ابو ربيع. ما فيش ولا دوله في العالم شفتها في حياتي يا جماعه بقولها باعلى حسي نقل بيمشي على الشمال ولا انا عايز اقول لكم حاجه اكتر من كده، ان في بعض الدول العربيه اللي رحتها لو النقل فكر يعدي شمال بيروحوا بلده. صح. بيروحوه. صح. انت يمين يا احمد، ده اساس. امسك اليمين، خليك من اهل اليمين. ابراهيم عبد القادر بيقول السلامه والامن الصناعي في مصر هي مجرد اسم او لجنه بيتم تشكيلها لمجرد الشكل فقط، السلامه في مصر بلح. طيب ممكن نرد على السؤال ده؟ يب. السلامه في مصر حتى لو هي دي كده، انت سلام، انت فين؟ انت مش عندك اسره، مش عندك بيت، انت اشتغل على نفسك. ما هو الناس دي مش هتيجي على عليك انت في بيتك، انت المسؤول عن سلامتك في بيتك، فاشتغل على ده في بيتك. طيب يمكن ناخد بس اخر سؤال معانا من تويتر. ايمن ابراهيم بيقول له استاذ احمد، استاذ احمد هل ممكن نقدم اقتراح لوزاره التربيه والتعليم بتدريس مادة السلامة والأمن والسلامة للطلبة في ابتدائي؟ يا ريت والله، دي فكرة رائعة. وكتاب صغير ما يزيدش عن 15 صفحة كده يكتب فيه بعض القواعد. على فكرة أنا أقول لكم حاجة صغيرة، زمان في الثمانينات كان على ظهر الكتاب الإرشادات بتاعت الكراريس دي كانت رهيبة، كنا بنقرا فيها حاجات مش عارف ما تلعبش بالنار، ما تلعبش في الكهرباء. فإحنا ليه ما نشتغلش على الموضوع ده؟ وصدقوني نسبة الحوادث في مصر هتقل وهنبقى كلنا قادرين ان احنا نسيطر على نفسنا. السلامه قيمه يا جماعه، ما هيش اولويه في حياتنا، هي قيمه لازم نشتغل عليها. اولادنا امانه في رقبتنا، تصرفاتنا لازم تكون مراعيه ان احنا في ناس بتشوفنا وفي ناس بتسمعنا، لو انا مدير او لو انا اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، نورتنا. اشكرك جدا واشكركم على الرساله الرائعه اللي انتم بتقدموها، وان شاء الله في مزيد من التقدم ان شاء الله. كل الشكر ليك. حلقتنا خلصت النهارده، بكره معاد جديد. قبل دلوقتي مش بكره بقى، لحد بقى الحميد.